جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما نصحت أبي بخصوص عدم ترك الصلاة، وقدمت له الأدلة والأحاديث المبينة لمدى العذاب الواقع على تارك الصلاة، ولكنه ما يزال في ضلاله. هل أنا مسؤول أمام الله عن هدايته بعد كل هذا؟ وهل أكرر النصيحة له ولأصدقائي ومجتمعي فيما يجهلونه من أمور الدين، مع العلم بأن ذلك يسبب لي المشقة والإحراج؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك بذل النصيحة لوالدك ولغيره ممن يتكاسلون عن الصلاة، وألا تيأس أو تمل، بل عليك الصبر والاحتساب، وأنت مأجور إن شاء الله في إنكارك عليهم ونصيحتك لهم، عليك بالاستمرار في ذلك والصبر على ذلك، ولك الأجر العظيم من الله إذا صلحت نيتك. وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن نحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والموعظة ودعوة الناس إلى الخير، هذا من هداية البيان والدلالة. أما هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.